تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ولنعلم أن عيد الفطر المبارك جعله الله لنا ولسائر المسلمين في أصقاع الأرض يوم فرح وسرور بعد أداء فريضة الصيام والتزود من الأعمال الصالحة في شهر رمضان وأي فرح أعظم من فرح عبد مؤمن أضاع ربه كما شرع قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها المسلمون عباد الله يوم عيد الفطر هو يوم التكبير قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وهو يوم التصافي والتسامح يسامح المؤمن أخاه المسلم لأن قلب المسلم ليس بالقلب الحاقد بل المؤمن له قلب نقي تقي لا غل فيه ولا حسد
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بسلام. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالاستقامة على الطاعات والمداومة عليها حتى الممات، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والثبات على الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عباد الله، يسن في هذا اليوم العظيم قبل الصلاة الاغتسال والتنظف واللبس أجمل الثياب والتطيب، وأن يخرج المسلم ماشيا من طريق ويعود من طريق، وأن يأكل من تمرات ويأكل وترا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. عباد الله، عليكم بالأرحام والأقارب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيها المؤمنون، عباد الله، لقد صمتم شهركم، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد قمتم شهركم رمضان مع الإمام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، ومن قام رمضان كله أدرك قيام ليلة القدر لا محال في ذلك، التي هي خير من ألف شهر. فأحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى، واستبشروا بالخير الكثير، واحفظوا قلوبكم وأعمالكم من دنس الذنوب بعد صفوها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله معظم الثواب ومجزل الأجر. لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، ويعلم ما في البر والبحر. أحمده سبحانه وأشكره، أتم علينا صيامنا وبلغنا عيد الفطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى. لقد ندبنا رسول الله، عباد الله، لقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتبع رمضان ستا من شوال، وجعل ذلك من متابعة الإحسان بالإحسان. فمن فعل ذلك فكأنما صام الدهر كله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وأوصيكم أيضا ونفسي بتلك الشعيرة العظيمة، تلك الفريضة الجليلة، بالصلوات الخمس والمحافظة عليها في المساجد مع الجماعات. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم الصالحة. يا ربي أعدها كل الأعوام، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وانتم بخير، وعساكم من عواده.